توقعاتك كما تقول إن ألقينا قنبلة نووية على كل غزة وسويناها بالأرض وقتلنا كل من فيها، هل هذا حل؟ نعم، هذه واحدة من الطرق. ألا تأخذ بعين الاعتبار أن عندنا أكثر من 240 مخطوفا هناك؟ نعم، في الحرب ندفع الأثمان. من قال أن حياة المخطوفين أن حياتهم أهم من حياة الجنود أو حياة الأشخاص الذين قد تقتلهم حماس لاحقا إذا ظلت؟